لقاء دراسي لفرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع الطب الإحيائي بالمغرب بين واقع الممارسة ورهانات المستقبل، نظم يوم الأربعاء بالرباط. اللقاء أطره عدد من البرلمانيين وممثلي الهيئات الطبية. جهد لقاء بعد قرار من فرق الأغلبية، وهذا اللقاء كيخص تحاليل طبية، كيفية المزاولة ديالها، الدراسة ديالها والواقع ديالها داخل المنظومة الصحية في المغرب. واليوم جينا باش ندرسوا مع الأخصائيين ومع المهنيين ومع وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وكل ما يعنيه الأمر لتفعيل بعض القوانين، وكذلك لإعطاء بعض التعديلات، مقترحات تعديلات بالنسبة للقانون 1201 اللي هو أصبح اليوم متجاوز. المشاركون في اللقاء أكدوا أنه على الرغم من التطور الذي يشهده الطب الإحيائي في المغرب، إلا أنه يواجه عددا من التحديات والإكراهات تطرح إشكالات تستوجب أجوبة جريئة يتقاطع فيها ما هو ديني بما هو أخلاقي وقانوني ومجتمعي. كما طالب المهنيون العاملون في حقل الطب الإحيائي بضرورة التفكير في تحين الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال.